العطاء من أبرز القيم التي نراها في زيارة الإمام الحسين عليه السلام في الزيارة الأربعينية. فعلى طول طريق المشاية إلى كربلاء المقدسة نرى الكثير من المواكب والآلاف من الأشخاص من جميع الجنسيات يخدمون زوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام. من لبنان طبعا، في أخوان من السعودية، من جميع المناطق، الدول العربية، من إيران للعراق للبنانية طبعا. وعلى اختلاف مستويات معايشهم يتزاحم الموالون على تقديم الخدمات المتنوعة التي تهدف إلى توفير أجواء الراحة للوافدين نحو كربلاء المقدسة وإشعارهم بأقصى درجات الراحة في طريق الرحلة الحسينية. ورغم أن عدد الزوار يتجاوز 10 ملايين، إلا أنهم ينعمون بكل الخدمات الضرورية لراحتهم، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على العناية الإلهية لهذه الجموع المليونية المشاركة في إحياء الذكرى الخالدة لأربعين الإمام الحسين عليه السلام. يقوم بخدمة زوار أبي عبد الله الحسين على مدار الساعة 24 ساعة، توزيع مستمر. أخدم جيتك بحسيني. وفي كل عام نرى ابتكارات في أساليب تقديم الخدمة الحسينية، ونرى العطاء في أعلى مستوياته. هذا العطاء الذي غرس جذوره الإمام الحسين عليه السلام حين أعطى كل ما يملك قربة إلى الله تعالى، وعاما بعد عام والأجيال تحرص على حمل لواء الخدمة الحسينية، فهم يتسابقون على تجويد الخدمات وإضافة اللمسات التي تبرهن عن حبهم وولائهم لآل رسول الله صلى الله عليهم أجمعين. ما عندي قيمة لولا هالخير.